نروح لعيد الأضحى واستعدادات الناس لعيد الأضحى وطقوس عيد الأضحى بالنسبة لنا كلنا كل سنة، والمسلمين في العالم كله يا رب بخير وسلام كل سنة، والناس كلها بتعيش في إطار من الإنسانية بمحبة وسلام. هنشوف تقرير زميلتي شيماء موسى. بيفصل المصريين عن عيد الأضحى المبارك، وكالعادة مع كل مناسبة دينية كانت أو اجتماعية بيستعيد المصريين طقوس اعتادوا عليها، بداية من الأضحية والصلاة وحتى الأكل وأماكن الخروج والزيارات. أنا عن نفسي بروح أصلي في مسجد الرحمن الرحيم، دي كده حاجة روحانية، وبرجع بقى أكون الحاجة والمدام والعيلة ملمومين، نكون مجهزين الفتة كده واللحمة، ونبتدي بقى نفطر اللحمة، نتغدى اللحمة، نتعشى لحمة. احنا كشباب بنخرج ونتفسح، على عكس يعني الاسر بيحبوا دايما يقعدوا يزوروا الاهالي. يوم الصبح نقضي العيد، نصلي صلاة العيد، واذا كان في ذبيحة بنذبح. انا بقضي في البيت مع الاولاد، والخروج برضك في النوادي وحاجات. احنا دايما بنحب ان احنا نطبق الشريعة الاسلامية الاول والتعاليم الدينية فيها الاول، وبعد كده في جزء من الفسح والخروجات. بعد ما اخلص صلاة اروح ازور تيتا وهنذبح الخروف، بعد كده بعد كده هاكل فتة. ارتفاع اسعار الاضاحي بنسبة 35% عن العام الماضي يقابله زيادة في اسعار اللحوم المباعة بالكيلو، وعلى الرغم من ان مواطنين عزفوا عن شراء الاضحية الا ان اخرين اصروا على شراء الخراف الحية او اللحوم زي كل سنة. هي غالية بس لازم نجيبها عشان العيد، هنعمل ايه؟ احنا ما ينفعش نقول غالية اسعار ومفيش غالية اسعار، اللي بيضحي سواء كانت الحاجة غالية او مش غالية. انا من الاسبوع اللي فات جاي اخد حاجة ب 70 جنيه، النهارده جيت لقيتها ب 100 جنيه. السنه اللي فاتت كان في حدود 40، النهارده ايه في حدود 62 و3. يعني زياده بنسبه كام في الميه؟ يعني مش اقل من 35% عن السنه اللي فاتت. السنه دي في 2 بيشاركوا في خروف، السنه اللي فاتت يعني كان ممكن واحد بيجيب عجل، دلوقتي بتلاقي 7 تنفار في عجل. انت عايز اعرف اسعار اللحمه عامله ايه النهارده؟ 135 جنيه. الناس بتقبل اكتر على ايه، انواع اللحمه اللي على الكندوز؟ طبعا اللي ان هو ما فيهوش عظم وكده وما فيهوش دهون كتير. الاقبال من الناس عامل ايه بقى؟ الناس اللي بيذبح بياخد برضه زي ما هو في الأضحية، يعني مثلا اللي بيذبح خروف بياخد خروف، واللي بيذبح عيد بياخد عيد. مظاهر الاحتفال والفرحة بالعيد بتختلف ويمكن بتقل من عام للتاني نظرا لاختلاف الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار. الأول كان ليه هيبة وفرحة كده، تقومي بالنوم من غير ذبيح من غير أي حاجة، تحس بفرحة العيد. الزمان اللي هي يعني كان الأسعار كانت أحسن من كده كتير، وكانت الأضحية في متناول ناس كتيرة. أيام ما كنا صغيرين كان بيبقوا مستنيين الأطفال العيدية وعايزين يخرجوا وعايزين يركبوا عجل، عايزين يشتروا حاجة ياكلوها، هي دي كان العيد بالنسبة لهم كده، لكن أما بنكبر شوية تبقى الدنيا بتختلف. ربما اختلفت الأوضاع وارتفعت الأسعار وتغيرت الطقوس، إلا إن فرحة الناس وبهجة العيد في مصر هتفضل موجودة. شيماء موسى، كلام تاني. أنا حسيت بفرحة العيد عشان صوت شيماء زميلتي فرحان أصلا بمسألة العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. ممكن أقول حاجة، الناس اللي بتذبح كل سنة مهما كانت الأمور افضلوا اذبحوا. لو كنا بندي وزن معين للناس نكبر شوية وندي أكتر. يا جماعة استثمروا مع الله، استثمروا في مجتمعاتكم، استثمروا مع أهلكم، ده والله خير وأبقى. طيب.